فيها يا رانيا؟ انا مش قلتلك انا ما بحبش حد يتكلم وانا بشرح؟ يا مستر انا ما اتكلمتش والله. اطلعي بره استنيني في اوضه المدرسين. مين الشاطر اللي هيقول انا كنت بقول ايه؟ بس انا حاسه ان استاذ هلال مش طايقني. بالعكس ده بيذكر فيكي قوي، بس هو في حاجه مهمه شغلاها اليومين دول. طب لو محتاجني في اي حاجه انا جاهزه انزل معاه والله. طب خاف على نفسك بقى، هلال ليه مقال اسبوعي بيقلب الدنيا، يعني لو حابه تنزلي معاه خلي بابا يحضر لك محامي من دلوقتي. ادخل. استاذ دراز، الصحفيين زمانهم وصلوا بيغطوا حادثه الدائري، في حد ينزل معايا ولا اروح انا اصور واكتب كل حاجه بقى بنفسي؟ مستعجل على الشغل قوي يا اختي، اهو جه لغايه عندك ومش مع اي حد، مع حد ذكي، تنزلي تغطي الحادثه دي؟ انزل طبعا انزل يا استاذ، اعتبرني وصلت لهناك. خلي بالك منها يا ذكي. ما تقلقش يا رياسه، في رقبتي زي كاميرتي، تعالي يلا. ايوه يا سيدي مشيت خلاص، مستنيك في الجنان. ايه يا قلبي؟ ايه يا قلبي يا صغير انت؟ انت قطتي مالك؟ الله، انت زعلانه بقى ولا ايه؟ ما تبصيلي كده عشان اشوف عيونك الحلوه دول. يعني انت تزعلي قدامهم وانا ما عملتش حاجه اصلا ومش عايز نزعل؟ رانيا انا لازم اعمل كده عشان ما حدش ياخد باله ان في ما بيننا حاجه. خلاص يبقى تعتذر لي. نعم تعتذر لي. ماشي انا اسف رانيا، انا مش هعمل كده تاني، بس على فكره انت بعد 10 دقايق من دلوقتي هتيجي تعتذري لي قدامهم كلهم. لا والله ده الهوا ازاي بقى ان شاء الله؟ هتقولي لي ام سوري مستر عصام، بجد انا مش هعمل كده تاني، حضرتك. وهتقولي لي حضرتك. حضرتك؟ ايوه حضرتك، ارجوك انت لازم تسامحني، وبعد كده انا هزقك حبتين وادخلك تقعدي. ماشي. هي منى جمال ما جاتش ليه النهارده؟ ما اعرفش، بعت لها واتساب ما تردش. طيب نتيجي كده اشرح لك حاجه في السريع عشان تجيب مجموعه عالي. ها تبقى المره الجايه هيبقى فصل نهائي، انا مش هكرر كلامي تاني. اتفضلي يلا شوفي انت بتعملي ايه. وبعدين يا مستر عصام؟ وبعدين ايه؟ انا مش حذرتك من التعامل مع البنات في المدرسة؟ تقصد ايه بقى يا مستر محمود؟ تفهم قصدي كويس. عموما انا نصحتك بالحسنى المرة دي، لكن المرة الجاية انا هقدم فيك شكوى في الوزارة بعد اذنك. يا ايوه تعالوا اخلص. ايوه كده. يا حسام ابو نسب اللي وحشني، بتضحكني معاك. ابدا يا سيدي، اصل بتفرج على فيلم رعب من اللي بيضحكوا اللي انا بحبهم. تصور قطع له رجله وهو صاحي عشان يعيشه المعاناه، ما شربوش بقى دمها. لا هي معاناه فعلا. بقول لك ايه، انا عايزك في موضوع مهم. ايه خير يا سيدي؟ خير. بقول لك ايه، ما تقوليش ان صابرين انتحر التاني. لا لسه، انا عندي واحد زميلي مدرس معايا من بتوع قال الله وقال الرسول، وشاكك كده ان هو من الجامعات. ايه يا راجل؟ طب بقول لك ايه، اديني اسمه كده. ادخل. استاذ هلال؟ ايوه. انا منظور شكري،
لواء سابق في وزارة الداخلية. أمر. الحقيقة أنا كنت عند الأستاذ دراز دلوقتي وقال لي إنك مدير التحرير وإن نهى بنتي بتشتغل مع حضرتك. نهى مندور. أهلا وسهلا، تفضل. أشكرك يا فندم. الحقيقة أنا ودراز أصحاب من زمان. نهى بنتي أول ما تخرجت من الجامعة قدمت لها رؤساء تحرير كتير عشان يشغلوها، لكن للأسف كانت مجرد تعرف إن أنا موصي عليها تروح سايبة الشغل. فكلمت لها دراز عشان ياخد باله منها وما يبينش انك انت موصي عليها. بالظبط كده يا فندم، وارجو ان ده يبقى سر بينا. طبعا حضرتك مقدر خوفي عليها قد ايه؟ انا مقدر طبعا. ايه المطلوب مني؟ ادخل. استاذ هلال انا كنت جايبه لحضرتك. بابا تاني؟ نهى افهمين، انا كنت جاي عشان تطمن على الطفله؟ نهى مفيش داعي للكلام ده، والدك وخايف عليك زي اي اب. انا مش صغيره يا استاذ هلال عشان احتاجه يراقبني في كل حته اروحها. لو حضرتك جاي عشان توصي عليا فشكرا، ما كانش له لزوم تتعب نفسك. نهى فاهميني، انا غلطان بس انا عايزك تبقي مرتاحه. وهي فين الراحه دي؟ انا مش عايزه منك توصيه في اي حاجه في حياتي. ما يهمكش، انا هتكلم معاها. ممكن اقعد ولا هتتعصبي علي انا كمان؟ العفو يا استاذ انا ما اقدرش. اتفضل. انا في قضيه بحقق فيها وعايزك تساعديني. بجد؟ بجد يا استاذ؟ يا ريت. طبعا انا عايز اعترافات المتهم دي كلها اثناء التحقيق معاه. حاضر، هعمل سيرش على النت حالا واعرف كل حاجه. لا سيرش ايه؟ سيرش ايه؟ كده هتتعبي نفسك على الفاضي، الحاجات دي اصلا ما اتنشرتش. طب انا هوصل لها ازاي؟ الصحفي الشاطر هو اللي يقدر يوصل لمصدر المعلومات اللي تفيده في التحقيق. ايوه بس انا ما اعرفش حد بخصوص القضيه دي. لا تعرفي الا هو مندور شكري. هو جاي بقى النهارده عشان كده. انا اسفه يا استاذ مش هقدر اساعدك. طيب انا اسف، كنت فاكرك بتحب شغلك. استنى يا استاذ ما تزعلش مني، بابا دايما بيتدخل في كل حاجه في حياتي وبيساعدني في كل حاجه بعلاقاته، ودي المره الوحيده اللي بدات اختار فيها برغبتي انا. هو دلوقتي بالنسبه لك مصدر مش باباك. هتتعاملي معاه كمصدر ولا انه باباكي؟ مصدر. خساره، كنت عايزك تتعاملي معاه انه باباكي. شكرا. ما كانوش كام يوم اللي هتأجلوا دول يا صابرين؟ أو على الأقل نستغل اليومين دول في إن الشقة تكون اتفنشت ونتجوز بعديها على طول. ومين أصلا قالك إن أنا مستعجلة على الفرح؟ أنتِ. أهلا بك يا محمود. لا على فكرة براحتك يعني. لا. خالص. يا أبو صابرين. يا بنتك مش عايزة تفرح ولا إيه؟ ليه يا حبيبي؟ والله أنا نفسي. بس هي اللي مصرة تتجوزك. ايه يا ماما؟ انا قصدي حبيبي يعني ان انت على طول مشغول مشغول، يعني هتشوفك امتى وتفرح امتى وتتجوزوا امتى؟ ما تحضرنا حضرتك. يا اخي الراجل اللي اسمه هلال كامل ده بسم الله ما شاء الله بيقول كلام درر عين العقل، لازم تقراه له يا رؤوف لازم. انا متابع مقالاته بقالي فترة طويلة لدرجة إن أنا بقيت أشتري جورنال نبض الشعب ده مخصوص علشان أشوفه كاتب إيه. خد اقرا يا رؤوف وتمخمخ، وحاجة بقى تخليك تصبر على الهم والغم اللي أنت داخل عليه. يا بابا إيه هو الجواز بقى هم؟ سمع يا ست الكل. سيبي يا حبيبتي يتبحبح، هو إحنا برضو مش لينا أوضة تلمنا؟ اقتلوا ظباطه، انا بقول لكم على الهواء اقتلوا ظباطه. انا عايز اقول لكل زوجة ظابط جوزك هيتقتل النهارده لا بكره.
بعد بكره هيتقتل جوزك. هيتقتل هيتقتل. انا عايز اقول لكم بس انه تحرك النهارده تحرك ايجابي بجد. اقطعوا عليه كل حاجه. كملوا. اقتلوا ظباطه. الشر. اعوذ بالله من كلامك اللي زي السم. لا اله الا الله. انا مش فاهم. مش فاهم الناس دي عاوزه مننا ايه؟ ما يسيبونا في حالنا بقى، ده ايه القرف ده؟ بيحاولوا يعني يخوفوا الظباط. مش عارفين ان احنا بنضحك لما نسمع الكلام ده. وانت بتضحك؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالى تعالى. هو ابو نسب عندنا. وانا اقول الشارع منور ليه؟ يا راجل. الراجل اللي انت قلت لي عليه ما لهوش حاجه. ازاي؟ ده زملائنا كلهم بيشتكوا منه. انا بقول لك بقى نظيف ولا ليه دعوه باي حاجه خالص. ادخل. اتفضل يا هلو. طبعتهم لك وبالالوان كمان، عند الجمايل بقى. واحد اتنين تلاتة. كويس، متشكرين. محتاج حاجة تاني؟ يلا قطع صاحبني. وأنا طول يا هلو. على فكرة أنا كان ممكن أرد على والدتك في اللي عملته معايا. بس أنا أجلت ردي بنجاحك في الثانوية. وهي مستنية تشوف نتيجة وعادك معايا. ما مش معقول كمان يا زيزو تقعد ثلاث سنين يعني. حاضر. اللي مضى على موافقة الدخول وإنهم هيخلوه هو كبش الفدا للقضية. وهي دي يا حبيبتي كل المعلومات اللي انت طلبتيها. مرسي يا بابا، مرسي قوي. الله، أنا لو عارف إن المكافأة هتبقى بالحلاوة دي كنت قلت لك أرجوكي اطلبي معلومات ل 24 ساعة بحالها. ايوه حبيبتي، عايزه اشوف دايما الابتسامه الحلوه دي على وشك. وحد يكره يبقى مبسوط؟ انت عارف يا بابا غصب عني. انا عارف، انا السبب يا حبيبتي في كل اللي حصل. ايه ده؟ احنا هنقلبها نكد بقى ولا ايه؟ وبعدين خلي بالك انت لغايه دلوقتي لسه بالنسبه لي مصدر. مصدر بس؟ بس احلى مصدر في الدنيا. الله، يا حلاوه كلامك يا حبيبتي. يلا بقى ما تعطلنيش، خليني ادخل اشوف شغلي. اتفضلي حضرتك. بالسلامة يا حبيبتي. بالسلامة. الحقيقة يا هلال يا أخويا أنا مش عارف أشكرك على موقفك اللي عملته مع بنتي ده إزاي. بنتي ما حدتش معايا القعدة دي من سنين. أنت قلت لها يا راجل أنت؟ أنا كل اللي قلته لها تنسى إنك أنت أبوها وتتعامل معاك كمصدر. مصدر مصدر. مادام جابت نتيجة ده المهم. المهم أنا عايز أخدمك خدمة على اللي عملته لي. قوم. المسجون اللي اسمه سعيد غنام اللي نوع سألتك عنه، أنا عايز تصريح عشان أزوره في سجن برج العرب. اشمعنى بالذات المسجون ده؟ أصلي في قضية كده بحقق فيها. عموما أنا هكلم لك مأمور السجن تقابله بصفة ودية يعني، ما أنتش محتاج تصريح ولا حاجة. عايز تقابله إمتى؟ بكرة الصبح. أستاذ هلال تحب تشرب إيه؟ متشكر يا فندم، مش عايز حاجة. لا متشكر إيه؟ أنت عايز منظور بيزعل مني ولا إيه؟ يبقى قهوة مظبوط. قهوة مظبوط بسرعة. ودخل سعيد. تمام يا باشا. منورنا أستاذ هلال. أهلاً
طب يا استاذ هلال هستأذن انا عشان تبقى براحتك. اتفضل. ازيك يا سعيد؟ انت مين؟ انا جاي لك بخصوص القضيه اللي دخلتك هنا. انا عارف انت هنا ليه ومين اللي بعتك. اهدى اهدى يا سعيد، اكيد انت فاهم غلط. بالعكس انا فاهم صح وصح قوي كمان، والحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها انك مش هتخرج من هنا حي. ايه ليه؟ انا اسود بتعمل ايه يا مجنون؟ اي حد هيقرب يخلص عليه. يا نهار اسود يا نهار اسود، حد يبلغ المامور، المسجون هيموت الراجل. انا جاي هنا عشان اساعدك، اديني فرصه افهمك. المفروض بان انا سكاك، انا هنا بقالي 22 سنه ما حدش جه يساعدني، ولا تكونيش مظلوم في قضيه ثانيه ومش لاقيين حد يشيلها، فقلت تيجوا هنا وتشيلوها لنا. انا جاي لمصلحتك، عايز اعرف اسم الراجل اللي دخلك هنا. انت جاي مخصوص عشان كده وبس؟ ايوه. وما عرفتوش اسمه من التحيات ليه؟ انا قلت اسمه في التحيات ومحدش صدقني. ما انا ما قدرتش اوصل للتحيات. اعقل يا سعيد وسيبه. ما حصلش اي حاجه سياده المامور، ارجوك خليهم ينزلوا السلاح. نزل يا ابني السلاح، نزل السلاح. سيبني دلوقتي يا سعيد، اوعدك مش هيحصل لك حاجه. لا انا مش هسيبك. محدش هيضرب يا سعيد، انا اديت امر خلاص. سيبني يا سعيد سيبني. خدوه حطوه في حاجز الانفرادي. يلا. هي واتمشى في شارع غبرة الاسكندرية. اسكندرية اسكندرية بعد السكة الحديد. السكة الحديد. أستاذ هلال أنت كويس؟ ما تقلقش أنا بخير. سعيد حاول قبل كده يهرب أكتر من مرة وخد عقوبة مضاعفة على اللي عمله، وأحبك تعرف إنه هياخد جزاؤه على اللي عمله ده. يعني ما حصلش حاجة عشان كل ده. ربنا يكون في عونه. منا. أيوة يا مستر. هو أنت ليه ما جيتيش امبارح المدرسة؟ ما كنت تعبانة، كان عندي شوية برد. ألف سلامة عليكي. لا لازم تخلي بالك من نفسك، هي المدرسة يعني فيها كم منا. ثانك يو مستر. هتلاقيكي وانت نايمة كنت لابسة خفيف أو حاجة، علشان كده جالك برد. لا عادي يعني يا مستر. ممكن تقولي لي يا عصام من غير مستر؟ على فكرة ده ليكي انت بس مش لحد تاني. طيب أنا بس لازم أمشي عشان مهم مستنياني بره. سلمي لي عليها. أكيد. ايوه يا يوسف، لجنه حقوق انسان ايه بس؟ هو انا فاضيه للحاجات دي؟ اتصرف، اتلكك لهم باي حاجه وتحجج. يلا سلام. مستر عصام. ازيك يا مستر عصام؟ زي حضرتك يا فندم. الحقيقه انا كنت دايخه على رقم تليفونك، كان في موضوع كنت عايزاك فيه. مستر بهاء اللي بيدي منا درس الكيمياء سافر اعاره الكويت، والحقيقه حضرتك عارف ان الامتحانات قربت، فكنت عايز اطلب منك انك تيجي تديها الدرس في البيت. رغم ان انا ضد مبدا الدروس، بس منا انا بعتبرها زي اختي الصغيره، وعشان مجايه حضرتك وطلبت مني كده انا مش هتاخر عليك. انا بشكرك جدا. ممكن رقمك نظبط المواعيد مع بعض؟ طبعا. كم؟ ايوه نهى. استاذ هلال انا جبت لك كل الاعترافات اللي قالها سعيد غنام في التحقيق معاه. طب بقول لك ايه، هديك عنوان عايز اعرف موجود في التحقيقات ولا لا. 112 غبريال بعد السكه الحديد. ثانيه واحده. 112 غبريال. ايوه يا استاذ، هو عنوان سعيد في اسكندريه اللي لقوا فيه الفلوس اللي خدها رشوه. استاذ أستاذ.
ايوه دي شقة سعيد غنام. ايوه هي أؤمر. طيب انا كنت عايز اقابل مراته. يا ام هشام يا ام هشام، الراجل ده بيسال عليكي. في ايه؟ مين حضرتك؟ انا من طرف سعيد، هو اللي بعتني. انا صحفي وبحقق في قضية سعيد، ويا ريت لو تساعدوني بأي معلومة تفيدني إن أنا أثبت براءة جوزك. ياه، بعد 22 سنة ضاعوا من حياته وحياتي أنا وولادي، جاي حضرتك دلوقتي يا أستاذ وعايز تثبت براءته؟ إذا كان زمايله اللي كانوا واكلين معاه عيش وملح هم اللي بلغوا عنه وقالوا إن هو مرتشي، ايه اللي يخليك انت يا غريب جاي دلوقتي وعايز تثبت العكس؟ وش معنى دلوقتي؟ لاني واثق من براء السعيد، وعارف ان في ناس هم اللي رموا مكانهم في السجن. قولي له يا ماما على الناس اللي جابوا الشنط. الشنط ايه؟ في اليوم اللي اتقبض فيه على سعيد قبلها بساعتين جم اتنين وجايبين معاهم شنطتين كبار قوي، وقالوا ان الشنط دي بتاعت سعيد وان هو بعتهم عشان نخليهم عندنا. انا ما خدتش خوانه ودخلتهم جوه في الاوضه لحد ما جه البوليس وفتش الشقه ولقى الشنط، ولما فتحناهم لقينا فيهم فلوس كتير قوي، وبعدها اتقبض على سعيد. بس ازاي 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 واحنا طول عمرنا ماشيين جنب الحيط وكافين خيرنا شرنا؟ سعيد عمره ما فكر ابدا ان هو ياكل ولاده من مال حرام. ده هشام اخويا. هشام ده استاذ هلال اللي جاي يثبت براءة بابا. شفت بقى انك كنت ظلمه طول السنين دي. اسمع يا جدعان، انت البيت ده ما تعتبوش تاني، وانا ما عنديش ابهات. إذا كان هو بعتك عشان تمثل علينا، فاكر يعني إن عشان مدته هتخلص هيرجع هنا تاني؟ قول له إن لو قابلته هقتله. اتفضل يلا من غير ما ترد. هشام ما ينفعش كده يا حبيبي، الراجل في بيتنا. طب اديله فرصة واسمعه، مش جايز كلامه يطلع صح وكل حاجة تتصلح؟ كل حاجة تتصلح. طيب هسمعك، بس قبل ما اسمعك تضمن ان انت ترجع السنين وتخلي الناس ما تبصليش على ان ابن حرامي مرتشي؟ تضمن ان انت ترجع السنين وتخلي اختي تتجوز العرسان اللي تقدموا لها واللي برضه طفش عشان ابويا حرامي ومرتشي؟ تضمن ان انت ترجع السنين وتخليني احقق حلمي ان اتقبل في كليه شرطه؟ لو عملت كل ده ساعتها هسمعك واجيلك لغايه عندك وابوس رجلك وقلعك جزمتك واضرب نفسي بيها، مش مهم، بس المهم ان كل حاجه ترجع زي الاول. شوف يا هشام، انا هرجع لك ابوك وهو واخد حقه. اللي وزع على سعيد هو نفسه اللي بعت الناس بالفلوس، وكان رئيسه في المينا، اسمه توفيق زاهر. توفيق زاهر؟ توفيق زاهر تهزي. ايوه يا استاذ. ايوه نوع سعيد غنام ما جابش سيرة حد في التحقيق اسمه توفيق زاهر؟ توفيق زاهر؟ ايوه يا استاذ توفيق زاهر، ده كان مدير المعامل الصناعية في مينا اسكندرية. طيب عنوانه مكتوب عندك؟ عنوانه لا يا استاذ عنوانه مش مكتوب، بس انا ممكن اجيب لك عنوانه يعني من اي حته. استاذ هلال، ايه ده؟ هو لا بيقول سلام ولا بيقفل. تحت امرك يا فندم. امين مجدي، تاخد الملف ده. ده بتاع واحد صحفي اسمه هلال كامل. الملف ده موجود فيه كل حاجه عنه، يعني شغله فين، بيته،
قرايبه وكل حاجه عنه. عايزك تاخد الملف ده وتبقى الجي بي اس بتاع الراجل ده. فاهم يعني ايه الجي بي اس؟ تحت امرك يا فندم. يبقى مش فاهم. مش فاهم، خلينا اشرح لك. يعني اي حد يجيله هو يروح اي مشوار في اي حته مع اي حد لازم اعرف اول واحد باللي حصل، مفهوم؟ تحت امرك يا فندم. اتفضل. لا والله انا مش توفيق زاهر، انا فاتح الدمياطي. بس اللي اعرفه ان اللي كان ماسك مدير المعامل اسمه توفيق زاهر. الكلام ده كان من 6 سنين، لكن بعد الاستاذ توفيق ما طلع معاش انا مسكت مكانه. لكن غريبه حضرتك جاي تعمل حديث صحفي مع حد ما تعرفوش. لا بس انا اصل الجريده بتاعتنا جريده صغيره والمعلومات اللي فيها قديمه شويه، بس دي فرصه برضو نعرف التطور اللي حصل في 6 سنين اللي انت مسكت فيهم. اه طبعا الحمد لله، بعد انا ما مسكت حصل تطور كبير قوي. طيب هل من سلطتك الرقابه على الواردات اللي جايه من بره؟ على حسب، يعني لو كانت اغذيه او نماذج مكتوب عليها تاريخ صلاحيه لازم اعمل تقرير وامضي عليه بنفسي انه صالح للاستخدام وانه مطابق للمواصفات. طبعا ده بعد ما بناخد منه عينة ونحللها. وده برضو بيحصل على الأدوية اللي بتستورد من بره؟ طبعا احنا هنا رقابة على كل حاجة. طيب حضرتك فاكر سنة 96 في شحنة مستلزمات طبية ملوثة دخلت هنا المينا، الغريبة انه تصرح بخروجها وكتب انها مطابقة للمواصفات، بس هي اتمسكت بعد كده بعد ما خرجت من المينا. طبعا طبعا فاكرها، أنا كنت ساعتها بشتغل تحت إيد الأستاذ توفيق زاهر. الأستاذ توفيق كان حاسم وبلغ عن سعيد غنام. الأستاذ توفيق ما كانش بيحب الفساد، الحمد لله سعيد خد جزاءه. طب أنا ممكن أعرف عنوان توفيق الزاهر؟ أصل واحد زي ده لازم الصحافة تكتب عنه عشان يكون نموذج لغيره. طبعا أكيد هلاقيه في شؤون الموظفين. ثانية واحدة هجيبه لك بنفسي. اتفضل. ايوه يا باشا، في صحفي اسمه هلال كامل بيسال على عنوان توفيق زاهر. اتفضل يا استاذ، ده عنوان الاستاذ توفيق زاهر. هو الاستاذ توفيق ما غيرش محل اقامته بعد ما طلع معاش؟ لا بقى ما اعرفش، ده عنوانه اللي موجود عندنا من اكتر من 21 سنه. شكرا. بابي ممكن موبايلك عشان عايز اكلم واحده صاحبتي؟ اوكي خدي، بس خلصي بسرعه عشان جاي لي مكالمه مهمه. اوكي. هابي بيرثدي ديدا. انا منى جمال يا بنتي. بس بجيلك من موبايل بابي. ما انا حكيت لك على حوار موبايلي اللي مامي واخداه ده. طب ديدا انا هكلمك على فيسبوك بعدين، ماشي؟ باي باي. بابا خدم في اسكندرية أكتر من 10 سنين واشترى الشقة دي سكن ليه، وأول ما اتنقل للقاهرة بقى بيجي هنا كمصيف. ميرسي جدا يا حازم بيه، أشكر حضرتك. يا استنو مش هناكل حاجة ولا إيه؟ حالا. هو أنا يعني اتقلت عليك ولا حاجة؟ يا راجل بالعكس، ده أنا بقى لي أكتر من شهر بقول لها تعالي نطلع اسكندرية نصيف وهي بترفض. أنت ما كنتش جاي تنقذني بقى، أنت كنت جاي تصيف. عموما عايز اقول لك حاجه، انا كلمت واحد من حبايبي بخصوص العنوان اللي انت رحت له، اكد لي ان البيت ده مهجور من فتره كبيره واصحابه مسافرين، ولو عايز تعمل محضر فدي مساله سهله جدا. وهقول لهم ايه في المحضر؟ دخلت بيت مهجور وطلع عليا 2 ما خدوش مني اي حاجه وسابوني ومشوا. استاذ هلال ما تزعلش مني،
بس انا الحقيقه مش قادر افهم انت مبهدل روحك البهدله دي كلها ليه؟ عشان مجرد تحقيق صحفي؟ الحقيقه انا اشك في الكلام ده. لا ده مش تحقيق صحفي يا ست اللواء، ده تحقيق اتحقق فيه غلط، وفي واحد دلوقتي محبوس، محبوس ظلم بتهمه هو ما عملهاش. وانت ايه اللي اكد لك ان التحقيق فيه غلط؟ انا اسف اني سالتك، لو مش عايز ترد ما تردش. انا وقعت تحت ايدي مذكرات. مذكرات؟ المذكرات دي من ضمن اللي كتب فيها قضية 96 اللي اتمسك فيها شحنة المستلزمات الطبية الملوثة، ومذكور اسم توفيق زاهر فيها. ده اللي انا جاي عشانه. هو مين اللي كاتب المذكرات دي؟ مريم رياض. مريم رياض؟ مريم رياض دي مش الممثلة اللي انتحرت قريب؟ هي هي. وانت لقيت المذكرات دي فين؟ في كتاب قديم اشتريته من بياع. كتاب قديم؟ طب ما جايز اي واحد يكون هو اللي كتب المذكرات دي ونسبه لمريم عشان يعمل يعني بروباجندا. لا لا لا، انا اتاكدت تماما انها بخط ايديها. وايه اللي يخلي واحده زي مريم تكتب عن قضايا فساد؟ ما هو ده بقى اللي انا جاي عشان اعرف. تعرف حد اسمه فتحي الدمياطي؟ اه فتحي ده كان زميلي في الشغل لغايه ما باعني هو وتوفيق زاهر. باعك ازاي؟ اول ما استلمت الشغل قابلني فتحي وعاملني زي ما نكون اخوات بالظبط. بعد فتره كده ابتديت احس ان في حاجات مش مظبوطه في الشغل بين فتحي وتوفيق. ايه ده فتحي؟ دي منشطات جنسيه. كرهي يا سعيد، ما تحبكهاش قوي كده. بقول لك ايه، 50 باك وعدي الليله. لا واضح ان انت جيت للبني ادم الغلط. انا هصادر الشحنه دي وهبلغ عنها كمان. كده ماشي يا سعيد. ورفضت ان الشحنه تعدي؟ بالظبط. بعدها ابتدت معاملته ليا تتغير لغايه ما جت شحنه المستلزمات الطبيه الملوثه. ايه اللي في ايدك ده يا سعيد؟ ده عينه من الشحنه اللي دخلت طالع طبيعها. طبيعها؟ طب انا قلت لك ان انا عينتها وطلعت مطابقه للمواصفات. ايوه، طب ايه المشكله ان انا اخد عينه تانيه عشان اتاكد؟ ولا انت ناسي ان التقرير ده هيطلع على مسؤوليتي؟ مسؤوليتك؟ اه ايه؟ هو انت مش واثق فيا ولا ايه؟ لا خالص، بس هو زي ما تقول كده زياده تاكيد. تاكيد؟ وماله؟ اه تاكد يا اخويا، تاكد، زياده تاكيد. هو في سعيد مصمم يا توفيق انه يعاني المستلزمات الطبيه ويكتب فيها التقرير بنفسه. هو حر. واحنا هنعمل ايه؟ هبعت لسعيد يجيني المكتب. استاذ سعيد، المدير عايزك حالا في مكتبه. حاضر. واول ما يخرج من المعمل تدخل انت مكانه ومعاك عينة سليمة من الشحنة القديمة. تبدل العينة السليمة مكان العينة التانية. وطلعت المعمل تاني وطبقت العينة. وطبعا كانت سليمة. بالظبط. وكتبت تقريري انها مطابقة للمواصفات. وشلت القضية. انت تعرف عنوان توفيق الزاهر؟ طبعا. ده محفوظ في دماغي ولا يمكن انساه ابدا. ادهولي. وحياتك انا كنت عايز عماره 89 بيت، الاقيها فين؟ تقصد فيلا 89؟ هي دي. دي فيلا توفيق زاهر؟ ايوه. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. طب أنا عايز أقابله. تقابله فين؟ ما قدامك هو داخل الإسعاف. هو ده توفيق؟ أيوة والله. يا حبيبي، يا حبيبي يا توفيق، يا حبيبي مش هسيبك، أنا هركب معاك، مش ممكن أسيبه في اللحظة دي. معلش، هو مين حضرتك؟ ها؟ مين حضرتك؟ أنا صديق عمره، كنت في الخليج ولسه راجع عشان قلت ازوره يعني. يلا يا جماعه اكرم. طب انا هاجي واركب العربيه. طيب ماشي. طيب راح فين؟ هطلع اركب مع بابا. لا روح انت مع اختك، سيبني انا مع حبيبي. سيبني
تسيبنا يا حبيبي. يا حبيبه تيفا، يا حبيبه توفيق. بس انا اول مره اشوف حضرتك هنا. اصل بابا من ساعه ما خرج على المعاش ومفيش حد بيجي يسال عليه خالص. غريبه، مع ان كان في دكتور صاحبه كان مقرب منه جدا ما حاولش يكلمه او يجي يزوره حتى. اسمه ايه؟ اسمه اسقايا على الغربه لما تنسي الواحد. هو عموما كان اول حرف من اسمه ايه؟ لا يا انكل، بابا كان طول الوقت مشغول في الشغل وفي العمارات، محدش كان بيشوفه من صحابه خالص. دكتور دكتور طمني بليز، بابي عامل ايه دلوقتي؟ حالته مش مستقره، مع اني نبهت عليه اكتر من مره بخصوص موضوع التدخين دي، خاصه بعد ما ركب الصمام. اعمل ايه؟ عنيد. طيب يا دكتور. مساء الخير. مساء النور. حضراتكم تبع الحاله اللي جوه؟ ايوه. طيب هو احنا بس محتاجين حد يحط مبلغ في حساب المريض. طيب حاضر. طب استنى يا اكرم، انا معايا فلوس في العربيه. استنى. طيب. ازيك يا توفيق يا زاهر؟ انت دلوقتي بين الحياة والموت، وده اليوم اللي انت واللي زيك مش عاملين حسابه. ازاي تقبل ان سعيد يترمي في السجن وانت عارف انه مظلوم؟ مين الدكتور اللي كنت بتاخد منه رشاوي عشان يدخل الأدوية السامة؟ يه عين، حاول تعمل حاجة كفر بيه عن اللي عملته قبل كده. وزارة الصحة. بحب قوي اتفرج على الافلام اللي فيها شخصيه الظابط وهو بيعذب اللي عنده. يطلع الظابط. احنا بنعمل في الناس كده يا خالد؟ بذمتك من ساعه ما جيت في حد مد ايده عليكم؟ رد يا إيهاب، في حد مد إيده عليكم من ساعة ما جيتوا؟ لا يا باشا، محدش لمسنا. يا رب، على الله الناس بقى تعرف الحقيقة، بدل ما هم بيطلعونا كده في المسلسلات والأفلام بنضرب ونعلق وننفخ ونشنق. ده ناس يقولوا ان احنا بنجيب اسود عشان اللي ما يعترفش باللي احنا عايزينه الاسود تاكله. يلا معلش. طيب انا هستأذنكم يا جماعه دلوقتي، يا دوب الحق اتوضى واصلي، لانه يا دوب والله الكلام معاكم ما يتشبعش منه، ولو فضلنا قاعدين نرغي كده هنصحى عن الصلاه. ايه، هتيجوا تتوضوا وتصلوا معايا؟ ايه؟ متوضين؟ ما بيصلوش؟ ليه كده؟ وانت؟ مش تصلي؟ مش تصلي كده عشان ربنا يكرمك ويرضى عنك وتنجح؟ ايوه، بس انت متأكدة ان دي نجلة صاحبة ماما؟ ايوه متأكدة. انا اول ما شفت المسج من بره قلت مستحيل بابي يعمل كده، يعني يمكن عامل سيف لواحد تاني اسمها نجله.
بس فتحت واتساب وتأكدت من صورتها، هي نجلة صاحبة مامي. وماما فاكرة ان بابا ده مفيش زيه. الفكرة اصلا ان ازاي نجلة تعمل كده في مامي بجد والله. وبالنسبة لابوكي بقى ايه، عادي؟ طب تفتكر صح ان انا اقول لمامي؟ بصي سيبي لنا الموضوع ده. مهما برضه حاولت مش هتقدر تخسرني، احتياجي ليكو مش مقدر. اتفضل. ايه ده؟ بتذاكر؟ والله تتحسن. اي خدمة، بذاكر اهو. كنت عايز اللابتوب بتاعك عشان عايز اعمل عليه شوية حاجات كده. ايه اللي ده، انت بتستأذني؟ اللابلابك، تحب اساعدك في حاجة؟ اللابلابك؟ لا خليك انت في مذاكرتك، مالكش دعوه بيه. وبعدين بقى انا كده هتوه اكتر ما انا تايه. قلت لك اجي اساعدك يا هيلو. قلت لك مالكش دعوه، خليك في مذاكرتك. طيب ايوه عماد. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. محمد ما في بنادم عارفنا في يقضي عليك. اللهم اهدنا فيمن هديت. تولنا برحمتك يا رب العالمين. حرمنا الشيخ إيهاب. جامع حرمنا مولانا. تقبل منك يا رب يا شيخ. تعرفين انا اكتر حاجه مقصره فيها في الموضوع ده ايه؟ انتوا الاثنين. معقول يا باشا؟ يعني احنا صعبانين عليك؟ صدقني صعبانين عليا. صعبانين عليا عشان انتوا عيال مضحوك عليكم. تحك عليكم بالشهادة والجنة اللي هم بيوزعوا فيها اللي على كيفهم. تحك عليكم لأنهم قالوا لكم روحوا حرب الطاغوت. طب أنا راضي ذمتكم. ده شكل الطاغوت اللي قدامكم ده. في شارع مين ده؟ اللي بيحارب حد يا ابني أنت وهو بيحارب في وشه. مش يستخبى في جوهر زي التعبان لما يبقى عندك عقيدة ومؤمن باللي انت بتحارب عشانه. بتحارب في الوش. يعني انت عايز ايه يا باشا دلوقتي؟ عايز مصلحتكم. مصلحتكم اللي هي مصلحة البلد طبعا. وايه هي مصلحتنا رؤوف باشا؟ مين اللي بيمدكم بالسلاح؟ ومين اللي بيدي الأوامر؟ صدقوني انا عايز اساعدكم لان انتوا مضحوك عليكم وعيال صغيره. احنا مش عيال يا باشا ومش مضحوك علينا. عثمان تحت امرك يا باشا. حطيت الاكل للاسد. روح حطه يا باشا. لا انا عايزه جعان. عايزه جعان يا عثمان. جوعه يا باشا. اتفضل. كنا بنقول ايه؟ سعادتك اللي كنت بتتكلم يا باشا، كنت بتقول انك هتساعدنا وهتقف جنبنا. اه
بس لو اتكلمته. اللي كان بيسلمنا السلاح واحد اسمه فوزي شافع. اسمه ايه؟ فوزي شافع. فوزي شافع. اه. وكنيته ابو مصعب. لا انا كده عند عثمان. عثمان امرك يا باشا. حط الاكل للاسد وقول له ما يستنانيش. قول له يتعشى هو. انا هدردش مع الشباب شويه. تحت امرك يا باشا. مالكم في ايه؟ في ايه؟ اوعى تكونوا افتكرتوا الاسد اللي هو. لا ده محمد بيه الاسد زمان. اصل هو كلمني من شويه قبل ما اقابلكم قال لي ان هو هيتعشى، فيتعشى ولا يستناني عشان نتعشى سوا؟ قلت له لا استنى عشان نتعشى سوا، والواحد برضه يحب ايه بلمه كده في الاكل بتبقى حلوه. بس لما انتوا قلتوا لي ان احنا هندردش خليته كنا بنقول ايه بقى؟ ابو مصعب؟ مصعب. كمل بقى. خلو. ازيك يا زيزو؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ مبارك ايه؟ تمام. ايه الشنطه دي؟ دي هدوم يا سيدي. امال فين جدك؟ جوه قاعد على النت. نت؟ هو جدك بقى بيقعد على النت؟ اه ده انت لو سبتني معايا يومين كمان هخليه شايش. ازيك يا عماد؟ ازيك يا بابا؟ اعمل لنا قهوه يا زيزو. لا انت قلت لي ذاكر وانا ما بحبش اكسر لك كلمه. طب ما فيش نزول البروفات حالا تكون القهوه قدامك. شخصيته قويه قوي. هم انا خدت بالي. اخيرا جيت. ما انا ما اتحلت عليك عشان تيجي تقعد معايا. كنت فاكر ان انا هقدر اعيش في الشقه لوحدي، بس خلاص ما بقتش قادر. بقيت بقضي اغلب وقت في الشغل عشان ما اروحش. كل حته في الشقه بتفكرني بماضو. ماضو والله وحشني ماضو. يعني كان لازم تتجوز اجنبيه. اه اللي حصل بقى. المهم قول لي حضرتك محتاجني في ايه؟ انا عايز اعرف مين المسؤول عن الادويه في وزاره الصحه. في كذا هيئه مختصه بالادويه تبع الوزاره. حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايز اعرفهم كلهم. في عند حضرتك مثلا الهيئه القوميه للرقابه والبحوث الدوائيه. الهيئه القوميه. والهيئه القوميه للبحوث والرقابه عن المستحضرات الحيويه واللقاحات. وفي الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة. بالراحة عليها شوية، بالراحة أنا بكتب وراك. حاضر. واللقاحات. إيه الإدارة بقى؟ الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة. أنا عايز أعرف بقى أسامي وعناوين المسؤولين عن الإدارات اللي أنت قلتها دي. هو في يا بابا؟ قبل كده طلبت مني مين مين، ودلوقتي عايز كل دول. وحضرتك بتعمل إيه بالظبط؟ وأنت يعني كنت عرفت لي مين مين؟ أنا قلت أجربك في حاجة تانية. والله العظيم يا بابا انا مش ساكت وبدور لك. انا حتى النهارده كنت لسه بسال واحد صاحبي على دكتور ميم ميم ده وفضل يتريق عليا. اه والله. يبقى كده الاتفاق على تجديد 40 مكتب بفرشه. بالظبط كده. ايه ده؟ 25 وزاره الاسكان، 15 وزاره الثقافه، في ايه يا عم؟ انت حرت على الاسعار القديمه ليه يا عمرو؟ ما كده كويس، خلينا في السيفتي. سيفتي ايه يا عم بس اللي انت بتتكلم عليه؟ حط 15,000 زياده في كل مكتب. يا عم الطماطم غليت، انت مش شايف الاسعار بتزيد ولا ايه؟ ماشي ماشي تحت امرك اللي تشوفه. يلا ما تاخريش بقى بكره. ما تقلقش. عن اذنك. اتفضل. جمال بيه. ايوه يا قمر. هو احنا مش هنحتفل ولا ايه؟ ماشي هطرق الإنسان ده وحصلك على هناك. تمام كده يا دكتور كتبته. شكرا يا دكتور تعبتك معايا. معلش مع السلامة. Thank you.
الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة يحيى علام. يحيى علام.